نجي لموضوع lag lead compensator باستخدام البودي بلوت. طبعا الخطوات مال هذه ما ادري اشوفها ابسط من الليد واللاج وحدها. فخلني نجي مثلا هذا المثال. طبعا نفس السيستم مع المثال اللاج بس المطالب غير شكل. عندنا واحد على اس اس واحد اس اثنين، الديزايرد كيفي منطينا 10 وال فيز مارجن منطينا 50 او ازيد، والجين مارجن منطينا 10 او ازيد. فهسه اول خطوتين هم نفسهم بالليد واللاج استخدمناهم، فهنا باللاج ليد هم راح نستخدم نفسهم، انه نطلع من الكي في نطلع قيمة الجين ايش قد. فهنا طلعت لنا الكي في 10 من وين هذه 10، وجي اوف اس هاي 2 يبقى لنا، فالكي راح تطلع 20. من رسم البودي بلوت للكي جي اوف اس بالماتلاب راح ناخذ قيمة الفيز مارجن للسيستم وجين مارجن للسيستم. فهسه هذا الرسم مع السيستم كي جي اوف اس، نيجي على الاول ستابيليتي مارجنز، فنيجي لقيمة الجين مارجن ايش قد عندنا؟ سالب 10.5. بالسؤال يريدنا نطلعها 10 دي بي او ازيد، مو جاب 10، هنا طلعت سالب 10 الجين مارجن هاي وليس ماجنتيود. اوكي، الفيز مارجن طلعت لنا سالب 28، احنا نحتاجها تكون موجب 50 او ازيد. فهنا ايش راح نسوي؟ نحتاج نرفع الزاوية هذه بقيمة الى تصل 50، موجب 50، فده نرفعها قيمة كبيرة. اذا يحتاج نستخدم لاج، العفو ليد، الليد يرفع الزاوية بقيمة كبيرة، بس يرفع بنفس الوقت راح يرفع لنا هذا بقيمة قليلة. زين، راح نرفع هذا بقيمة كبيرة ونرفع هذا بقيمة قليلة. زين، الجين مارجن يحتاج نقلله لان هو سالب 10، يحتاج نسوي موجب 10، يعني هذه لازم تكون هنا تقريبا، فهاي المسافة كثيرة، فنستخدم بها لاج. اللاج يقلل الجين بقيمة كبيرة، بس بنفس الوقت راح يقلل الفيز بقيمة قليلة. اوكي، فهذا الفرق بين الليد واللاج. الليد يرفع، بس شنو يرفع؟ ان الجين بقيمة قليلة بس الفيز بقيمة كبيرة، بينما اللاج يقلل الفيز بقيمة قليلة ويقلل الجين بقيمة كثيرة. زين، فهسه هذه القيم سالب 10.5 وهنا عندنا سالب 28.1. نرجع نكمل، جبنا ذول القيم. الخطوة اللي بعدها من قيمة الجين مارجن راح ناخذ التردد مالها، وهو يمثل فريكوينسي نيو كروس اوفر فريكوينسي لللاج. فلحظة، فهسه الجين مارجن عندنا سالب 10.5 ايش قد ترددها؟ ات فريكوينسي 1.41. فهسه هاي القيمة هي حتمثل الكروس اوفر فريكوينسي. زين، هسه هاي اخذنا هاي قيمة التردد. نيجي خطوة بعدها، نوجد قيمة بيتا. قانون البيتا طبعا عكس الالفا، الالفا شنو كان قانون الالفا؟ واحد ناقصا ساين ثيتا على واحد زائدا ساين ثيتا. هنا البيتا حتكون واحد زائدا ساين ثيتا على واحد ناقص ساين ثيتا، بس فرق الزاوية شنو حيكون؟ انه حناخذ الزاوية المنطينة هي بالسيستم المطلوبة، نضيف لها من 5 إلى 12، نختار زاوية بكيفنا. بالمجال ضاف 5، فهنا هم نكمل نضيف 5، فالخمسين وخمسة صارت 55، واحد زائد ساين 55 على واحد ناقص ساين 55 تطلع لنا 10.06 تقريبا، قربناها للعشرة. هاي قيمة البيتا. زين، نيجي للزيرو لاج، شنو القيمة حتكون؟ قيمة التردد هذا مضروبة في 10 والسالب 1، يعني دا نقللها مرتبة واحدة، فصارت 1.42 صارت 0.142.
البي لاج يساوي الزيرو لاج على قيمة البيتا، فقيمة البيتا 10 وعندنا الزيرو لاج 0.142 على 10 طلعت 0.0142، فذول الزيرو والبول مال اللاج. نيجي للخطوة اللي بعدها، راح نطلع الليد. الليد شنو حيكون؟ من نقطة الجين مارجن مال السيستم اللي هي طلعناها هنا سالب 10.5، راح نرسم خط ميل يكون الميل مالته سالب 20 ديسيبل. فهسه الجين مارجن مالنا هو هذا. نيجي من هنا انسرت لاين، راح نيجي نأشر من هاي النقطة وراح نسحب خط الى هنا. زين هذا الخط ليش؟ اذا نجي نشوف نتبع هاي الخطوط، هذا محور صفر، البول او الماجنتيود مالنا هنا الجين مارجن، احنا نريد نسويه هنا موجب 10، الجين عكس الماجنتيود تذكروا، فموجب 10 هنا حتصير لي جوا. زين فهاي النقطة هاي تمثل السالب 10، الموجب 10 حتكون هنا. زين بالنسبة للتردد ليش أخذنا هذا؟ راح نمشي ديكيد واحد، هاي طبعا ممكن نجي على التردد هنا من جوا، هاي من 10 أس 0 وهنا 10 أس 1، احنا أخذنا نصها. هنا 10 أس 0 هي 1.4، هنا 10 أس 1 حتكون 14، مش عبرنا ديكيد واحد. او ممكن من الخطوط يعني دا تلاحظون انه ذول الخطين هي المسافة الكبيرة بينهم وهاي موجودة بالوسط، اذا راح نروح للخطين المسافة الكبيرة بينهم بالوسط. اوكي زين هسه رسمنا هذا الخط، راح نلاحظ انه نقطة التقاطع وهي محور اكس او محور الصفر خلينا نقول هنا حتكون. زين هاي ايش قد قيمتها؟ اذا ننزل عندنا هذا 10 اس 0 هو 1، هذا 2 3 4 5، هذا الخط 5 خل نمشي وياه 5، طبعا قبل شوي يعني من رسمتها طلعت لي 5.5، ف نقول هي على 5.5 تقريبا. المهم فقبل شوي رسمناها اخذناها 5.5. اوكي الرسمه ما راح تكون دقيقه بهذا الخط، ما ادري شلون نطلعها دقيقه لازم، بس المهم اخذناها في قيمه معينه 5.5، واللي هي حتكون تمثل التردد مال الليد. فقلنا من التقاطع ويا الصفر ايش قد قيمة التردد WC lead طلعت لنا 5.5. اوكي بعدين نوجد الزيرو lead، فشنو حيكون التردد؟ فيه 10 سالب 1، نفس الفكرة هنا اخذنا تردد اللاج ضربنا فيه 10 سالب 1 طلع لنا هذا. احنا الليد هم حناخذ تردد الليد نضربه فيه 10 سالب 1، فهو 5.5 في 10 سالب 1 طلعت 0.55. البي lead هنا حيختلف، البي لاج قسمنا الزيرو لاج على البيتا، بينما هنا البي ليد حيكون هو نفسه قيمة التردد الليد، فالبي ليد حيكون 5.5. والكمبنسيتور النهائي جي سي اوف اس، اخذنا هذا الزيرو مال اللاج، عندنا هذا البول مال اللاج، هذا الزيرو مال الليد، هذا البول مال الليد. الاوبن لوب ترانسفير فانكشن راح نضرب هذه في، ما ننسى الجين عندنا 20 نضربها في السيستم، فهذا السيستم والجين والكمبنسيتور طلع لنا هاي المعادله، نفس البولات نزلناهم والزيروز وهذا الجين 20. الفيز مارجن لحظه، فمن رسمنا الموجه النهائيه مع الكمبنسيتد سيستم هاي الخضراء، الزرقاء هي السيستم الاصلي، راح نلاحظ انه تغيرت وشنو صار بيها. اذا نيجي للجين الازرق،
اللي هو مال السيستم الاصلي كان سالب 10.5. نيجي للاخضر لحظة، ايش قد القيمة طلعت؟ الجين 14.2. اذا حققنا الشرط مال الجين مارجن، هو رادها موجب 10 او ازيد، احنا حصلناها موجب 14.2، كلش مضبوط. نيجي للزاوية الفيز مارجن، راح نلاحظ انه هي صارت 53.1، هو يريدها 50 او ازيد. هي ايش قد كانت؟ هذه 28.1، سالب 28 كانت، فرفعناها الى 53.1، وهي المطلوبة بالسؤال. فهسه مراجعة للخطوات اللي سويناها. هذا السيستم عندنا، ذول الديزايرد الحبشكلات مالنا، من قيمة الكي في راح نوجد، من قيمة الكي في راح نوجد قيمة الجين 20، وراح نرسم بودي بلوت للكي جي اوف اس. ما ننسى العشرين راح نضربها في السيستم ونرسم البودي بلوت. زين، بعد ما رسمنا البودي بلوت راح نشوف ايش قد قيمة الفيز مارجن سيستم والجين مارجن سيستم، فطلعوا لنا ذولا. الخطوة اللي بعدها عند قيمة الجين مارجن حنشوف التردد ايش قد، فهذا التردد هو حيكون لللاج، تردد اللاج حنستخدمه بالزيرو. زين، فطلعنا قيمة التردد كروس اوفر فريكوينسي لاج 1.42. نوجد هسه قيمة البيتا حتى نقدر منها نطلع قيمة البول. فالبيتا هي 1 زائدا ساين الثيتا، ونضيف لها القيمة من 5 الى 12 بكيفنا، 1 ناقصا ساين ثيتا زائدا 5 او 12 او 10 او 7 بكيفنا. 1 زائد هاي طلعنا الناتج، فيطلع لنا 10 تقريبا. الزيرو لاج اخذنا من تردد ضربناه في 10 سالب 1، فطلع لنا 0.142. البي لاج حيكون الزيرو لاج على بيتا، فيطلع لنا 0.0142. من قيمة الجي ام اس رسمنا خط، هذا الخط قلنا راح يتقاطع عند ويا محور اكس او محور التردد، او قيمة الماجنتيود تكون صفر، ناخذ التردد مالها. فهاي هذا التردد دبليو سي ليد هو كروس اوفر للليد، حيكون 5.5. الزيرو ايضا حنضرب هذا ال 5.5 في 10 سالب 1، فيطلع لنا 0.55. البول حيكون عند نفس قيمة هذا التردد 5.5. واخر شيء هاي الكومبنسيتور والاوبن لوب، ونتاكد من قيمة الفيز مارجن والجين مارجن بالبودي بلوت، وينتهي الحل.